بسم الله الرحمن الرحيم. ديت مش محاضرة، ديت دردشة بسيطة كده. عاوز أقول لكم شوية نصايح كده، يا ريت تعجبكم. وديت من خلال خبرة الواحد في الفترة اللي فاتت في موضوع التعليم والتدريس والحاجات ديت، وإن شاء الله تكون حاجة مفيدة ليك. عاوز أقول لأي واحد عاوز يتعلم، لازم تبذل المجهود علشان تتعلم. طول ما انت ما بتبذلش مجهود علشان تتعلم، عمرك ما هتتعلم حاجة. خلاص اتفقنا؟ ديت نقطة مهمة أوي أوي. لو جبت لك 1000 كتاب وقعدت أقراه لك قدامك، ولا كلمة هتثبت في دماغك. علوم التدريس بتقول لو انت سمعت محاضرة ما روحتش قريتها في ظرف يوم أو يومين أقصى حاجة، 90% من المعلومات بتختفي من دماغك. لو رحت قريتها يوميها بالليل أو تاني يوم بكتيره، قراية سريعة إن شاء الله، قراية جرايد، هتلاقي إن المعلومة ثبتت في الدماغ بنسبة كبيرة. مفيش حاجة اسمها إن أنت تحط الحبة في الأرض وتقول إن هي هتنبت شجرة أو قمح أو شجرة فاكهة أو أي حاجة أنت عاوزها، أو حتى ورد، بدون إن أنت ترعاها. لازم أن تبذل مجهود، لازم تسقيها، لازم تعزق الأرض، لازم تشيل الحشيش، لازم تحط أي حاجة زي الكيماوي علشان الحاجة تكبر. مفيش حاجة اسمها إن ابنك هيبقى كويس لوحده، لازم تعلمه ولازم تفهمه ولازم توديه المدارس اللي تناسبه وهكذا. ولو كان ضعيف في حاجة تجيب له حد يقويه. طول ما أنت ما بتبذلش مجهود، عمرك ما هتتعلم أبدا. افتكر دايما الحكمة الغربية اللي هي بتقول ما يأتي سريعا يذهب سريعا، easy come easy go، اللي بيجي ببلاش بيروح ببلاش. لو انت ديتك مثلا مبلغ، اي مبلغ رمزي حتى 1000 جنيه في جيبك من غير ما انت تتعب فيه، هتاخد المبلغ ده تصرفه على كلام فاضي. لو المبلغ ده انت شغال بيه وبذلت فيه مجهود طول النهار، مش هتصرفه بطريقة السفه، هتاخد بالك انت هتصرفه في ايه وما تصرفوش في ايه علشان تستفيد منه باقصى قيمة. فما يأتي سريعا يذهب كسريع، وكل ما نكتسبه بسرعة نخسره بسرعة. لازم تبذل مجهود، لازم تتعب، لازم تشقى علشان تكون متميز، علشان تكون متميز، وإلا هكون شخص عادي بيضر أكتر ما بيفيد. نابليون بونابرت كان ليه حكمة شهيرة جدا، بيقول إيه؟ بيقول أنا ما نفسيش في مرضين، ما نفسيش يصبح عندي مرضين، مرض نزل علي من السماء ومرض بسبب الطبيب وجهله. خلاص كده اتفقنا؟ فعلشان كده، عشان بس ما يكونش في الأطباء اللي هم بيسببوا المرض للعيانين، أو بدل ما هم يخففوا المعاناة بتاعتهم بيزودوها، لأ. حاول إنك تكون شاطر، عشان تكون شاطر لازم تبذل مجهود. طيب، في حكم عندنا لو إحنا بصينا في حضارتنا الفرعونية هنلاقي، أو هي الاسم الصح ليها حضارة القدماء المصريين، هتلاقي فيها نموذج رهيب للتعلم، وإن التعلم عند أجدادنا القدماء المصريين كان من ركائز الحياة. لو بصينا للمعابد بتاعتهم، وبصينا للحاجات العظيمة اللي هم عملوها، الأهرامات والكتب والكيمياء واستخراج المعادن. يا جماعة، أنا حضرت محاضرة كانت من أمريكا عن تاريخ الطب في العالم. يعني عاوز أقول لك المحاضرة لو هي ساعة، أول تلت ساعة منها كانت الطب عند الفراعنة، والتلت ساعة اللي بعدها الطب عند العرب. فشوفوا هما كانوا متقدمين إزاي. يعني الطب عند الفراعنة رهيب. شو قرهم في الولادة، قرهم ازاي حشوا السنان، قرهم ازاي عملوا التربنة، قرهم ازاي كانوا بيشخصوا السكر. كانت ظريفة أوي تشخيصهم للسكر، يخلي العيان يتبول على الرمل ويحط عليه نمل، لو النمل عجبه الرمل يبقى ده عنده سكر. أفكار رهيبة. غير طبعا بناء الأهرامات وحاجات كتيرة جدا، والحضارة حضارة القدماء المصريين لو قعدت تقرا فيها من هنا الصبح، يعني بصراحة يعني رهيبة رهيبة، بمعنى كلمة إيه رهيبة. لما تيجي في العرب واختراعهم أدوات الجراحة الزهراوي، ولما تيجي تقرا مثلا اختراع الكاميرا لابن الهيثم اللي احنا شغالين بيه الموبايلات والتلفزيونات دلوقتي، لما تيجي مثلا تشوف ان احنا في الكورونا كان كل واحد فينا همه ان هو يغسل ايده بالكحول، تكتشف تقريبا ان مش فاكر اسم العالم العربي هو اللي اول واحد في العالم استخدم الكحول لتعقيم الايد.
يعني الحاجه اللي انت بتعملها في المستشفى انت ما تعرفش ان انت اجدادك العرب هم اللي ايه عملوها، وحاجات تانية اجدادنا المصريين هم اللي عملوها. فلازم تكون متميز، مش شرط انك تكون عبقري، بس على الاقل تفيد ما تضرش. افتكر مقولة ابن القيم اللي هو بيقول العلم والعمل توأمان أمهما علو الهمة. تبذل مجهود وتشتغل هتحصل على العلم. نيجي مثلا في الحكم، انا قعدت ادور في النت على حكم كتيره جدا للتعليم، هتلاقي حكم كتيره جدا. يعني مثلا سيدنا عيسى عليه السلام كان بيقول ايه؟ لا تطرح اللؤلؤ الى الخنزير، الخنزير لا يصنع باللؤلؤ شيئا، ولا تعطي الحكمه من لا يريدها، فان الحكمه خير من اللؤلؤ، ومن لا يريدها شر من الخنزير. برضو سيدنا عيسى قال للحكمة أهل، فإن وضعتها في غير أهلها ضيعت، وإن منعتها من أهلها ضيعت، وكن كالطبيب يضع الدواء حيث ينبغي. الإمام مالك كان دايما بيقول إيه؟ ذل ذلك ذل وإهانة للعلم أن يتكلم به عند من لا يطيعه. يعني مش أي حد تديله العلم، وكان دايما بيقول العلم يؤتى إليه ولا يأتي. ودايما حتى بيقول لك ايه، لا تحدث بالحكمة عند السفهاء فيكذبوك، ولا تحدث بالباطل عند الحكماء فيمقتوك. يعني ما تجيش وسط العلماء وتعمل نفسك سبع البرومبا يعني بالبلدي، ولا تمنع العلم اهلك. جاي لك طالب علم، جاي لك واحد طالب عاوز يتعلم، اديله كل ما عندك طالما ان هو بيبذل ايه مجهود. ولا تمنع العلم اهله فتأثم، ولا تحدث به غير اهله فتجهل. واحد جاي لك مش عاوز يتعلم، ما تديلوش علم اساسا، ما تضيعوش. إن عليك في علمك حقا كما أن عليك في مالك حقا. ابن عباس كان مرة بيكلم عمر رضي الله عنه، فكان بيقول له إيه؟ لا يودع العلم عند غير أهله، ولا يحدث القليل الفهم ما لا يحتمل. الحكم كتيرة جدا موجودة على النت، بيقول لك لا ينبغي أن يحدث من لا يستاهل، يستأهل يعني اللي ما يستاهلش العلم ما نحدثوش. الشافعي كان بيقول إيه؟ من منح الجهال علما أضاعه، ومن منع المستوجبتين فقد ظلم. عكرمة قال إن لهذا العلم ثمنا، قيل وما هو؟ قال أن تضعه في من يحسن حمله. فأنت عندك لازم تبذل مجهود علشان تتعلم، لازم تجيب كتاب وتقرأ، لازم تسمع فيديو تتعلم بيه، لازم تحضر محاضرات، تسمع إن في محاضر شاطر في المكان الفلاني روح له وتعلم منه. نزل افتح اليوتيوب مليان، افتح المواقع العلمية مليانة. نيجي للنقطة الثانية اللي هو الهدهد وسليمان، ديت قصة أنا شفتها ألف مرة. تلاقي واحد قرأ معلومة وعمال كده افتكر نفسه بقى أينشتاين خلاص، وبيجي أستاذ أكبر منه ب 20 30 سنة فبيقول معلومة، فبيقول له المعلومة اللي حضرتك بتقولها ديت غلط والصح كذا كذا كذا، فيحرج الراجل قدام الناس، فيحرج الراجل قدام الناس. طيب لازم نتعلم حاجتين اتنين، ايه هما؟ ممكن المعلومه اللي حضرتك قريتها جديده تكون لسه نازله على النت، يعني مثلا جايد لاين لسه نازله على النت بقى لها شهر او شهرين، مش مطلوب ان العالم كله يقراها، لكن لو عدى عليها سنه والناس المتخصصه ما قريتهاش يلاموا. خلاص كده اتفقنا، دي النقطه الاولانيه. النقطة الثانية إن ظروف الحياة بتختلف، وإنت سنك صغير بيكون ديت أفضل فترة للتعليم. كل ما بتكبر في السن كل ما بتزيد أو إيه مسؤولياتك، ولادك عاوزين مصاريف عشان ياكلوا وعشان يتعلموا، زوجتك عاوزة مصاريف عشان يعني إيه تشتري لبس ليها، ويعني ولادك عاوزين عربية، عاوزين جامعات حكومية أو جامعات خاصة، فأنت عندك الحياة بتزيد. فممكن أنت عمال شغال في دوامة بتنتقل من عيادة لعيادة ومن مستشفى لمستشفى، فمفيش عندك وقت كتير للقراية وتحديث المعلومات. دي النقطة التانية. النقطة التالتة إن أنت لما تلاقي حد غلط لازم تتعلم ازاي تنبهه، لازم ايه تتعلم. ممكن يكون هو بيتكلم سرح في الكلام، ممكن يكون ايه سرح في الكلام، فنتيجه ان هو سرح في الكلام المعلومه غلط، او فعلا هو ما قراهاش. فيعني انا شخصيا مثلا كان عندي دايما كلمه الشهير، لما الاقي حد مثلا بيقول كلمه وانا قريت كلمه مختلفه بقول له ايه، طب ايه راي حضرتك في الراي الفلاني اللي كان الراي الفلاني اللي بيقول كذا كذا، هل تفتكر ان راي حضرتك بتقوله ده افضل، ولا راي بتاع المدرسه الثانيه افضل؟ فهو ينتبه. فتلاقيه هو لا إرادي يقول لك إيه، طب استنى عليا لما أراجع الموضوع. يبقى دي الطريقة كويسة. النبي نفسه عليه أفضل الصلاة والسلام ما كانش بيحب يحرج حد،
كان مثلا واحد بيعمل مشكلة ما كانش يقول فلان الفلاني عمل مشكلة، كان يقوله ما بال أقوام. ما بال أقوام يعني ما تحرجش الناس، ما تحرجش الناس. طيب افتكر دايما حكاية الهدهد وسليمان عليه السلام. الهدهد طار في السماء فشاف مدينة بتعبد الشمس، فجه لسيدنا سليمان فقال له أحط بما لم تحط به. عرف معلومة سيدنا سليمان ما عرفهاش، ده شيء طبيعي في الحياة، كلنا بنتعلم لغاية ما نموت. هل معنى الكلام ده إن الهدهد أفضل من سليمان؟ استحالة طبعا، سليمان هو سليمان والهدهد هو الهدهد، فما تفترش بمعلومتين أنت عارفهم، ده كلام فاضي، ده كلام فاضي. لو لقيت الأكبر منك مش عارف المعلومة يبقى قولها بطريقة كويسة، بس غلفها له ببونبوناية، وما تقولوش قدام الناس إلا إذا كانت حاجة فيها هتضر مريض، بس الا اذا كانت حاجه فيها هتضر المريض في ساعتها، يبقى ساعتها ابتدي نبهه، بس برضه لازم أن يكون باسلوب لبق، لان انت الايام هتمر وانت مسيرك هتكبر في السن وهتبقى نفسه في نفس الموضع ده. فالايام دول وكل ساق سيسقى بما سقى، اوعى تنسى الكلمه دي. فما تتنططش على الاكبر منك خالص، ما تتنططش على الاكبر منك، ولو غلط نبهه بذوق وادب وطريقه كويسه. خلاص، الهدهد سيظل هدهدا وسليمان عليه السلام سيظل سليمان. تمام، هدفك لازم أن تكون دكتور شاطر متميز، ما تضرش حد. إذا على الأقل إذا ما كنتش هتنفع حد ما تضرش حد، ما يجيلكش مريض تعمل فيه كومبليكيشن يعيش بها مأساة طول عمره. ما بتعرفش أو معلوماتك على قدك ريفير. احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا جدا في مصر وبلدان كتيرة، ان احنا ما نعرفش ايه هو الفرق ما بين الاخصائي والاستشاري والجي بي. تلاقي مثلا الجي بي حاطط في دماغه هو الاخصائي بيعرف ايه زيادة عني، ده هما نفس الكلمتين، مفيش حاجة اسمها كده. الاخصائي تلاقيه عاوز يعالج جميع الامراض وعارف كل حاجة، يقول لك هو الاستشاري ده بيعمل ايه، وده كله علشان البرايفت وكلام الفارغ ده. خلاص، لا، الاخصائي ليه ليميتس في المعلومات، والاستشاري ليه ليميت، حتى الاستشاريين نفسهم في درجات في الاستشاريين. لما انت ما تعرفش المعلومه او لقيت الديزيز كبيره عليك حضرتك ريفير، ما تتكسفش، مش هتفقد العيان. العيان لو فقدته مش مشكله عادي يعني، اما يكون عندك بركه في فلوسك ورزقك احسن ما انت تقعد تعالج بالخطا وتعمل عهد للمرضى. طب تخيل، هل انت في يوم من الايام هتحب لو تعبت لا قدر الله بنفس المرض ده، هتحب تروح لدكتور شاطر ولا هتحب تروح لدكتور اي كلام؟ طب السؤال الثاني، هل لو في دكتور شاطر مثلا وكاتب على العياده بتاعته 15 صفحه من الشهادات الخزعبليه اللي هم بياخدوها ديت، وزميل وجراحين ومش عارف ايه وفيلو شيب في ايه وايه وايه وايه، وهو معلوماته معلومات اخصائي، يا ترى انت من جواك لو عرفت المعلومه ديت هتحب انك تتعالج عنده؟ اللي انت ما تحبوش على نفسك ما تحبوش على غيرك، اللي انت ما تحبوش على نفسك ما تحبوش لغيرك، واللي تحبه لغيرك حبه لنفسك. هي ديت القاعده الاساسيه اللي انت لازم تعرفها، دايما ريفير، خليك شاطر في مجالك وريفير. ويا جماعه في نقطه مهمه قوي عاوز اقول لك عليها، ما تتكسفش من المرحله العمريه بتاعتك. احنا دلوقتي بنقول ان افضل ايام لينا كانت ايام الدراسه في الابتدائي والاعدادي والثانوي والكليه، دل بعد ده بعد التخرج الدنيا عباره عن شقه وتعب وكلام فارغ من ده. شوف، هل احنا اياميها كنا دايما بنقول امتى هنكبر، امتى هنكبر، امتى هنبقى اخصائيين، امتى هنبقى استشاريين، امتى هنبقى اساتذه، امتى امتى؟ استمتع بالفتره الزمنيه اللي انت فيها وما تتكسفش من وظيفتك. بتضايق انا جدا من الناس اللي بتغير الالقاب. تلاقي واحد معاه ماجستير كاتب على العياده بتاعته دراسات دكتوراه. ايه دراسات دكتوراه دي؟ ده لقب علمي مثلا يعني؟ انت بتخدع الناس بيها؟ افرض انك واحد مثلا عمال يتفشخر ان هو كان واخد الفيرست بتاع الدكتوراه من 15 سنه، كلام فاضي والله. شوف، الواحد بيشوف حاجه بيه لو جاب. اكتب على العياده بتاعتك الشهادات اللي انت واخدها او الكورسز اللي انت واخدها بناء على عملك وبناء على الدراسات اللي انت واخدها منها. بتضايق جدا تلاقي اخصائي يكتب استشاري، تلاقي مثلا حد مش عضو هيئه تدريس في الجامعه يكتب استاذ دكتور. انت ليه تخجل انك تكتب ان انت استشاري متميز في المكان الفلاني؟ ليه تكتب؟ تلاقي واحد مثلا مدرس لسه واخد الدكتوراه في الجامعه تلاقيه كاتب استاذ مساعد. انت بتنط المرحله بتاعتك ليه؟ تلاقي واحد استاذ مساعد كاتب على اليافطه بتاعته استاذ. شيء غريب وشيء مستفز، انا ما اعرفش انت يعني بتتكسف من المرحله العمريه اللي انت فيها دي. ده انت لو سالت الاكبر منك هيتمنى ان هو يرجع نفس المرحله العمريه اللي انت كنت فيها.
الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فأنت وسيلة للحصول على الدواء وعلاج الناس، ولازم تكون طبيب شاطر وتتقن عملك. السيدة عائشة رضي الله عنها روت عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. لازم تتقن العمل بتاعك، لازم على قد ما تقدر. افرض ان انت ما انتش قادر تتقنه، مجرد ان انت نيتك من جوه ان انت تتقنه وانت ما اتقنتوش مفيش مشكله خالص. مع الوقت ممكن ظروفك السنه دي ما تسمحلكش، ظروفك السنه الجايه هتسمح، ما سمحتش ظروف السنه اللي بعدها، لكن من جواك لازم تحاول انك تعمل حاجه ذا بيست على قد ما تقدر، على قد ما تقدر. وده بدون الوسواس الاتقان والكلام الفارغ ده، لا، تحاول تعمل الحاجه كويسه. تخيل ان انت بتطلب اكل من مراتك، فجايبه لك طبق مثلا الرز مثلا شكله وحش ومعفن كده وحاجات زي كده، لا نفسك بتاكله غصب عنك او عاوز تسميه. تخيل ان هي جايبه لك طبق رز ده وعامله لك على شكل مثلا قلب ولا على شكل اي حاجه مثلا، هتلاقي نفسك عاوز تاكله كده وايه ومبسوط. فهي كده طريقه الطريقه نفسها اللي انت بتقدم بيها الشيء او طريقه العمل بتاعتك بتفرق. طريقه العمل بتفرق. كان لينا واحده قريبتنا مثلا كانت ظروفها على قدها، كنا لما نيجي نزورها في البيت مثلا هي ما عندهاش حاجه، هي ظروفها على قدها، كانت تعمل ايه؟ تجيب البرتقانيه مثلا تروح عاملاها فصوص، هي ما عندهاش غير برتقانيه واحده، وتروح عامله الفصوص ديت على اي اشكال وتحط الطبق قدامنا. كل واحد فينا كان بياخد فص او فصين، بس صدقوني والله كنا بنبقى مبسوطين بيه. ليه؟ لان هي قدمت لك الحاجه بطريقه كويسه، وده نوع من انواع الاتقان. لو انا عندي جبت حته شوكولاتايه غاليه ورحت حاططها لك في منديل ورق كده واديتها لك تاكلها، لا اراده، هتلاقي نفسك انك بتعفى كده ومش عاوز تاكلها، دي مش متغلفه، ده هو فتحها ده. طب تعالى ان انا جبت لك شوكولاته رخيصه ورحت مغلفها لك بطريقه كويسه واديتها لك، هتتبسط بيها، ما بالك لو انت غلفت الحاجه النظيفه واديتها للناس بطريقه كويسه. الامام الشافعي كان ليه مقوله جميله قوي، بيقول ايه؟ بيقول: انما العلم علمان، إنما العلم علمان، علم الدين وعلم الدنيا. فالعلم الذي للدين هو الفقه، والعلم الذي للدنيا هو الطب. فقال أيضا: لا أعلم علما بعد الحلال والحرام أنبل من الطب. شوف حتى الإمام الشافعي الفقيه الكبير بيقول لك على فضل الطب إيه. علشان تعرف إن أنت بتدرس مادة علمية رهيبة، فحاول إن بتخليك من المتميزين يعني. فالطب ده حاول إنك تخلص فيه على قد ما تقدر، وتبقى تدور فيه عن الحلال، وإن شاء الله ربنا إيه هيتوفقك. نيجي لبعض النقط اللي أنا عاوز أقول لك عليها. أول حاجة: إزاي نذاكر؟ ازاي اذاكر؟ كيف اقرا او اذاكر؟ طيب تعالى ما نقول شويه نصايح كده هتسهل لك الدنيا. مش مطلوب منك انك تنجح بنسبه 100%، بس انجح بدرجه كام؟ 70 ل 75% على الاقل، علشان تفيد نفسك وتفيد غيرك. اول حاجه لازم تتعلم انك تذاكر بالعرض مش بالطول. يعني ايه؟ للاسف احنا كلنا اتعلمنا في مصر ان احنا نذاكر بالطول ما نذاكرش بالعرض. كنا بنلاقي ان المواد بتبقى صعبه جدا جدا جدا، وكنا بنلاقي نفسنا مثلا بنيجي قبل الامتحانات ما بنلحقش نلم المعلومات. اذاكر بالعرض ازاي؟ انت عندك مثلا موضوع هتذاكره زي موضوع الويلسن ديزيز مثلا، موضوع زي الالسراتيف كوليتس، موضوع زي البيبتيك السر ديزيز، وات ايفر. الكتاب لما تيجي تقرا فيه الموضوع ده هتلاقيه 10 15 صفحه كده ايه بخطه. لا، انا بعمل ايه؟ أول حاجة تفتح الكتاب بتاعك هتذاكر فقط العناوين. أول حاجة البيبتيك ألسر، الباثوجينيسيس، العنوان الأولاني 1، العنوان الثاني 2، 3. خلاص كده اتفقنا؟ سيبك من الباراجرافات الكتيرة اللي تحت ولا تقراها خالص. يبقى أنا هقرا العناوين فقط. خلاص كده اتفقنا؟ هاجي هعرف الإيتيولوجي عناوين، هعرف الكلينيكال بيكشر عناوين، هعرف الانفستيجيشن عناوين، هعرف التريتمنت عناوين، هعرف مثلا السكريننج لاي مرض عناوين. يبقى ده اول حاجه انت هتعملها، وتعملها في ورقه، وتعملها في ورقه. ولازم تتعود انك تدخل المعلومه من خلال طرق مختلفه للذاكره. يعني لما تيجي تذاكر حضرتك هتجيب ورقه جنبك، هتجيب ورقه جنبك تكتب فيها العناوين، وتبص العناوين وتخلي العناوين بالوان مختلفه. خلاص كده اتفقنا؟ وبعد ما انت تكتبها في الورقه دي دخلت عينك، دخلت المخ عن طريق العين، تقول اي الكلام ده مره واتنين بصوت عالي مش بصوت واطي، يبقى انت دخلت المعلومه عن طريق ايه؟ ودنك.
وترجع تجيب القلم وانت بتقرأ الكلام تمشي القلم تحت الكلام تمشيه كده بالراحة. فانت استخدمت الذاكرة الايه؟ الذاكرة الحسية. ولو والافضل انك كمان تتخيل ان في طالب قصادك وانت بيسألك مثلا لو سمحت ايه سبب ليوتك انسر، تقول له 1 2 3، يبقى انت عملت ايه؟ تيتشنج. بالطريقة دي هتلاقي المعلومة هتثبت في دماغك. طيب انا حاجة ارى الموضوع، بقرا الموضوع دلوقتي ايه؟ بقرا، عشان الناس اللي بتتضايق من كلمة بقرا دي. ما علينا، احنا بنقراه او بقراه بسرعة في ظرف 5 دقايق، يبقى انا قريته وكتبته في الورقة خلاص كتفنا، وقلته ببقي مرة واتنين وتلاتة ودايما صوت عالي، ليه؟ عشان ما تسرحش. وبعد كده تخيلت ان في واحد قصادي بيسألني وانا برد عليه، خلاص كده اتفقنا. ممتاز ممتاز ممتاز. قريت الدرس بالطريقة دي، استنى ساعة او ساعتين، خلاص كده اتفقنا، وابتدي اقراه مرة تانية وزود العناوين الفرعية. ابتدي زود العناوين الفرعية، يعني مثلا في الايتولوجي هتلاقي 1 2 3، هتلاقي تحت كل عنوان 1 2 3 كده. مهما كان الموضوع صعب، انت منك عرفت البداية بتاعته والنهاية بتاعته، هتلاقي نفسك ايه؟ ما بتخافش منه. طيب تخيل مثلا، تخيل مثلا انك تيجي تذاكر موضوع مثلا زي موضوع مثلا الكولون بولبس. الكولون بولبس ده مثلا موضوع من الموضوعات الصعبه في القراءه بتاعتها، خاصه في الباثوجينيسيس والباثوجينيسيس والكلاسيفيكيشن. فهتيجي تقرا الايتيولوجي مثلا، هتاخد لك فيه صفحه صفحتين، هتلاقي مخك ضرب ومش عارف تستقبل المعلومات. فجاه انت قفلت من الموضوع، مش هتقراه مره تانيه خالص، انتهى الموضوع. انما ما تقراه كعناوين من الاول وانت تفهم هم بيفكروا ازاي في التريتمنت بالذات وفي السكريننج، هبتدي اقرا الباثوجينيسيس بطريقه سهله، خلاص هتلاقي نفسك ان انت بتكتسب ثقه في النفس رهيبه، خلاص كده اتفقنا. وبعد كده بتيجي على بعض الحاجات في الباثوجينيسيس بتلاقي ان هو كله صعب، مثلا يعني او ما لو حفظت الباثوجينيسيس كعناوين كفايه، انت في الامتحان لو كتبت العناوين في كل سؤال هتنجح. هتنجح لو انت نظام زماله ونظام اسئله ام سي كيوز وحاجات من ديت، هو عاوز منك عناوين مش عاوز منك ديتيلز. الديتيلز يبقى ديت الطريقه الصح، ديت الطريقه الصح. يبقى عرفنا احنا بنقرا ازاي، تقرا بالعرض مش بالطول. يعني ما ينفعش ان انا اقرا بالطول الايتيولوجي بقعد اعرف في التفاصيل التفاصيل، عديت اليوم كله ودماغي ضربت. خد بالك ان دايما الباثوجينيسيس بيكون صعب لان معظمه ما بيكونش مفهوم، او في حاجات سايتوكاينز وكيمستري بتكون صعبه على الواحد. يبقى ديت النقطه الاولانيه اللي هي عباره عن الايه؟ ازاي اذاكر بالعرض مش ايه؟ مش بالطول. طيب اوعى تخاف من الموضوعات الكبيره. يعني مثلا في موضوع ممكن تيجي تذاكره تلاقيه عباره عن 3 4 ورقات وتتبسط منه، وفي موضوع ممكن تلاقيه عباره عن 20 صفحه. يعني انت لو بتقرا من كتاب كبير جدا الديسدينجر والحاجات اللي زي ديت، هتلاقي الموضوع بال 30 40 صفحه هتتخبط. هحكي لك حكايه بسيطه قوي. كان في نمله بصت لجبل، في نمله بصت لجبل وقالوا لها انقلي الجبل ده، فهي اتخضت وقالت انا حفشه مش هقدر. نمله تانيه بصت للجبل وكل يوم قعدت تنقل حبة رمل أو حبة حصى، بعد فترة لقيت نفسها نقلت الجبل. أنت اللي بتحط الإمبريشن لنفسك. لو أنت قلت على موضوع إن هو صعب من الأول، دماغك هيقفل منه وقلبك هيقفل منه، وأتحداك إنك تذاكره مرة تانية. طب لو جيت قلت إيه؟ هو شكله صعب بس أنا هقدر أذاكره، إن شاء الله هنجح بإذن الله، عندي عزيمة إن أنا أنجح. بالطريقة دي هتقدر إنك إيه؟ تقهره وتنجح فيه. خلاص كده اتفقنا. انما تيجي تقول لي ان الموضوع صعب من الاول، اتحداك انك تذاكره، دايما هتخليك بلوكد منه، دايما هتخليك ايه؟ هتخليك بلوكد منه. طيب دايما حاول لما تيجي تذاكر موضوع تربطه بمريض شفته، تربطه بمريض شفته. من افضل الطرق للمذاكره، وديت انا اتعلمت منها كتير، كان مثلا تجي لي بنت مثلا في المستشفى حجزها بكتيريا سندروم، كنت انا ريزيدنت على قدي ما اعرفش حاجه، فده بيمر معايا يقول لي قول كذا وده يقول لي كذا، فكنت اروح اقرا الموضوع من كتاب وسط او كتاب صغير زي الهاند بوك، واجي اطبقه على البنت كانفستيجيشن كتريتمنت الحاجات ديت، واكتب وانا بذاكر ان ديت حاله المريضه فلانه الفلانيه مثلا. فتلاقي ان الموضوع ثبت معاك. عيان مثلا في كلينيكال اكزامينشن كان فيه الاسايتس وكان عنده امبلايكال هيرنيا، لما اجي اذاكر مثلا ان من الكومبليكيشن اوف اسايتس امبلايكال هيرنيا اكتب اسم المريض الفلاني. لو مثلا في حد مشهور مثلا يعني مثلا الليفر، هنقول الله يرحمه عبد الحليم حافظ كان عنده مثلا ايه؟ كان عنده الليفر مثلا. لو حد مثلا مات بمرض مثلا معين،
زي مثلا انترابيتيك كوليستاسيس او بريجنسي. كانت شارلوت برونت ديت هي اللي كانت ميته، اللي كانت كاتبه تقريبا ايه مرتفعات ويزرينج. فما تيجي تربط كل حاجه ايه بحاجه، تيجي تربط مثلا ايه يعني كل مرض بشخصيه معينه. كل مرض مثلا اكيوت بانكرياتايتس كان يقال شهيران ميت بيه مثلا. المهم يعني ان انت تحاول تربط المعلومه اللي انت بتقولها بحاجه في الواقع بتاعك، بعيان انت شفته، وترسم جنب البتاع، ترسم جنب المعلومه او الحاجه اسم المريض او شكل المريض او حاجه انت خدتها. وبرضه وانت بتذاكر حافظ ان انت حتى لو كلام صعب ان شاء الله تكتب معناه بالعربي عادي خالص. انت يهمك في الاخر ان المعلومه بتاعتك ايه، ان المعلومه بتاعتك توصل. في نقطه برضه مهمه قوي، كل لما تيجي تذاكر مثلا باراجراف وتلاقي صعب، لو في رسمه في خيالك، لو انت بتعرف ترسم في رسمه في خيالك تبسط الموضوع، اعمل رسومات. من اجمل الحاجات اللي هي ساعدتني في الطب الرسومات. انا بحب الرسومات جدا 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 جدا، واقعد اقولها من هنا للصبح. لما كنت في تالتة طب دي كانت من أسوأ سنوات الدراسة عندي. احنا كنا على النظام القديم، كان عندنا الفارما والباثولوجي والبارازيتولوجي والمايكروبولوجي، وكانت كلها كتب يعني استغفر الله العظيم يعني تسد النفس. ما اعرفش اللي كاتبينها دول كان، وكانوا عندنا في المنوفيه زمان بيجبرونا على كتب تكست بوك كبيره، كلام فاضي يعني. كأن الطالب ده مطلوب منه مثلا ان هو ايه يحصل على جائزه ايه نوبل يعني. المهم فكان عندي مشكله في الباثولوجي، الباثولوجي الفاظه كلها انا بكرهها ومانيش فاهم حاجه، وحاسس ان انا بلوكد وخلاص. وكان الكتاب اللي احنا بنذاكر منه ما فيهوش رسومات، صب داش 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 داش، وكتاب الفارما كان كله داش 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 داش. فزهقت من نفسي ومش عارف ايه، وكنا احنا في المنوفيه اياميها، فالواحد ما كانش بيخرج بره المنوفيه كتير. ففي يوم من الايام واحد مثلا كان جاب كتاب كده من القصر العيني، والكتاب ده يعني حتى في حته عاوز اقول لكم عليها برضه. صاحب كل الناس وما تاخدش جنب من بني ادم علشان هو مش طبيعته زي طبيعتك. دي نقطة أنا ملهاش علاقة بالموضوع، بس أنا عاوز أقولها لكم هتفكوا في الحياة. يعني أنا مثلا كان في مجموعة عندنا، أنا أيامها ما كانش في دروس، فكان عندنا مجموعة كده كنا عارفين إن هم عيال صيع صيع معنى كلمة صيع يعني. وطبيعي إحنا مجتمع في المنوفية مجتمع الفلاحين اللي هو المجتمع الإيه المحافظ. فاتصاحبت عليهم ولقيتهم عيال جدعان، والمهم حسوا بالمشكلة اكتشفت إن هم بيروحوا دروس عند حد معين. فالأستاذ اللي هو بيديهم دروس بيديهم مذكرات، فهم فجأة لقيت معاهم كتاب مع المذكرات بتاعتهم، كتاب باثولوجي لحد في القاهرة مشهور يعني، أستاذ كبير اسمه هنداوي ربنا يديله الصحة إذا كان عايش يعني. فلقيت الكتاب ده عبارة عن كل موضوع فيه رسمة، وسبحان الله أنا شفت الرسومات من هنا كأني فهمت المواضيع كلها. فذاكرت، ابتديت أذاكر تاني، جبت الكتاب طبعا الكتاب اللي إحنا مجبرين على المذاكرة منه، ابتديت أحط الرسومات. وانا ما كانش معانا الكتاب ده ولا كان بيتباع في المنطقه ديت، فهم ادوا لي اصور الرسومات بس، فصورتها. فبقيت اذاكر كل موضوع واحط قصاده الايه الرسمه بتاعته، فده فرق معايا كتير. ويعني انا مذاكر الباثولوجي قبل الامتحان بوقت قليل جدا جدا جدا، والحمد لله جبت فيه جيد جدا يعني. لو ما كانش ده حصل كنت جبت فيه ايه مقبول مع مرتبه الشرف يعني. فده حاجه حصلت معايا، ف دي نقطة عاوز أقول لك عليها في ربط المعلومات بالصور. الصور مهمة أوي. برضو الجراحة كان عندي فيها مشكلة، نفس المشكلة. وقت ما لقيت كتاب إلاستريشن كان عامله دكتور كان اسمه اللهم صل على النبي، كان اسمه إيه؟ وهدان، ربنا يديله الصحة. وهدان كان عامل كتاب إلاستريشن كده، وكان كل رسوماته عاملة زي الكاريكاتير، وأنا بحب دايما رسومات الكاريكاتير. فما بحبش الرسومات اللي هي المنمقة أوي دي، بحب رسمة زي الكاريكاتير بقلم عادي كده تلاقيها بتخش في الدماغ على طول. فده برضو فرق معايا في طرق دخوله، وتعلمت الإيه العادة ديت. بس للأسف أنا ما بعرفش أرسم كويس. فمهم جدا لما تيجي تذاكر أي معلومة تربطها بحاجة علشان ما تنساش، أو اربطها بموقف، أو اربطها بموقف. نوع المحاضرين بتوعك يعني إيه؟ مش كل المحاضرين بيعرفهم مؤهلين إن هم يقولوا محاضرات. كنت بكره جدا المحاضر اللي يحط السلايدز ويقعد يقرا، المحاضر اللي يقعد يقرا السلايدز، كنت بلاقي نفسي بنام وما كنتش بفهم حاجه، ولا كنت بطلع بالمعلومه، كنت ببقى قاعد زهقان وافرك واقول امتى يخلص المحاضره ونخلص. فطبعا لو انت
بتذاكر بوست جرادويت، دور على حد اسلوبه يفيدك وتستفيد منه، وما تتقيدش بواحد بنسبة 100%. ده غلط. ما تتقيد مهما كنت معجب بالشخص ده، ما تتقيدش بيه، اسمع برضه من غيره. ليه؟ لان الشخص ده ممكن يشرح لك الموضوع وانت عندك في حته فيها منتال بلوك في الموضوع، وهو مش عارف يوصل لك المعلومه، فممكن تسمع محاضر تاني فتلاقي ان هو يفصل لك المعلومه ديت بطريقه ابسط وطريقه ايه وطريقه احسن. فلازم تتعلم التنويع، اوعى ترتبط بشخص واحد في المحاضرات او اي حاجه، لا خالص. برضه في الكتب، عود نفسك انك تشوف كتب مختلفه. ليه؟ كل واحد فينا ليه اسلوب في طريقه القراءه، ممكن الكتاب ده تكون احسن لك عن الكتاب التاني، وممكن ده يكون عكس الناس الطبيعيين. عادي خالص، عادي خالص. فدايما تنوع المحاضرين لغايه ما توصل للناس اللي انت بتفهم منهم، ويكون معاه شخص تاني، ويكون معاه ايه شخص تاني. لما تيجي تذاكر علشان تثبت طريقه دخول المعلومات، تجيب كتاب واحد بس اللي تذاكر منه خلاص، حتى لو كان صغير، حتى لو كل المعلومات مش كتير. ايه الفكرة كلها؟ الفكرة كلها في المذاكرة فكرة قفزة الثقة. فكرة قفز، عارفين قفزة الثقة؟ لما تيجي تقدم كلية حربية يطلعك كده على ارتفاع 20 متر ويقول لك نط في حمام السباحة لو ما بتعرفش تقوم، عشان يشوف عندك ثقة في نفسك ولا لا. هي نفس الفكرة. انت لو مثلا جيت موضوع زي الباكاري سندروم، وانت مذاكره من كتاب عبارة عن 4 ورقات، وحفظت ال4 ورقات صم، ودخلت امتحان، هتنجح. طب لو انت مذاكر مثلا من كتاب 20 ورقة وما لميتش المعلومات دي كلها، هتسقط، لانك مش هتعرف تتكلم ومش هتكون واثق من نفسك. فانت تجيب كتاب تذاكر منه، مثلا زي الهاند بوك مثلا بتاع الليفر، كتاب وسط من افضل الكتب اللي انا بحبها جدا جدا، كتاب اسمه كارنت جاسترونترولوجي اند هيباتولوجي، وفي طبعا نازله منه 21 22، كتاب وسط، كتاب وسط. فانت تجيب الكتاب ده تذاكره وتحفظه، وبعد كده تجيب الكتب الاكبر منه لو انت الدكتور بوست، تبتدي تشوف الكلام الزيادة وتعمله في ورق وتحطه جنب كارنت ده مثلا، أو جنب أي كتاب أنت بتحبه، أو أي كتاب مصري أو أجنبي أو أي شيء. المهم إن أنت يكون عندك كتاب وسط تكون حافظه، لأن ده اللي هينجحك في الامتحان، وده اللي هيديك قفزة الثقة، وده اللي هيخليك بتعرف تتكلم إيه كويس. إنما تذاكر لي موضوع من الكتاب الفلاني وموضوع من الكتاب العلاني، الذاكرة بيخش لها المدخلات بطرق مختلفة مش متناسقة، في الآخر مش هتعرف تعمل أي حاجة. يعني مثلا في اولى طب مثلا كنا بنذاكر من كتاب معين وبنعمل نفس الحركه دي. كان ليا واحد زميلنا مثلا كان غريب جدا، كان يذاكر من كتاب الاسم ويجيب كتاب الدكتور نور الدين بتاع القاهره، ويجيب كتاب الدكتور فوزي جاب الله بتاع القاهره، ويجيب كتاب مش عارف مين من جامعه ايه تاني، طنطا مثلا، ويحط ال4 كتب من بعض ويقرا الموضوع هنا وهنا وهنا، فكان يشتت. في الاخر حول من الطب بعد ايه سنه، لان لقى ان هو ايه مش عارف ينجح. فأهم حاجة إنك تثبت الكتاب بتاعك وتبتدي تزود عليه برضه من النقط اللي احنا عاوزين نقولها في طريقة المذاكرة، مالكش دعوة بغيرك، لأن في فروق فردية، وممكن غيرك ده يكون مخادع وكذاب. ركز معايا في الكلام ده. انت جاي تخش امتحان، كل واحد فينا ليه ظروف مختلفة عن التاني، كل واحد فينا ليه ظروف مختلفة عن التاني، وكل واحد فينا ليه هدف في الحياة مختلف عن التاني. خلاص كده اتفقنا؟ تمام. فمالكش دعوة بغيرك. يعني مثلا ما تجيش تقول مثلا ان غيرك ده بيقول لك ايه، بلا مذاكرة بلا قرف بلا نيلة، انا هقعد العب وتعالى نلعب ونهيص ونصيح هنا وهنا وهنا وهنا. خلاص كده اتفقنا؟ انا كان ليا واحد زميلي مثلا كان اشطر مني بمراحل، وجه الكلية واتعرف على واحد من النوعية دي، فما بقاش يذاكر خلاص، وابتدى يجيب مجموعات ضعيفة. التاني ده مثلا كان مثبت نفسه ان هو رايح على مكان معين متميز، والمكان ده هيسفره لأوروبا وبعلاقاته، فهو ما كانش محتاج مذاكرة. خلاص كده اتفقنا مين اللي خسر؟ اللي زميلنا الأولاني. التاني عمره ما كان هيقول الكلام ده، ما تعرفش اللي بعد التخرج. خلاص كده اتفقنا. فمالكش دعوة بغيرك، لأن كل واحد فينا ليه ظروف مختلفة عن التاني، كل واحد فينا ليه ظروف مختلفة عن التاني. دي النقطة المهمة جدا. ما يجيش واحد يقول لك ايه انا ما ذاكرتش الموضوع ده فانت ما تذاكروش. لا ارادي مثلا واحد يقول لك ايه، لا انا ما ذاكرتش مثلا موضوع الهيباتورين سندروم، لا ارادي هتلاقي نفسك ما انتش عاوز تذاكره. عامل زي ما واحد يتاوب جنبك وتلاقي لا ارادي انك عاوز تتاوب، لما واحد يفقر جنبك هتلاقي نفسك عاوز تفقر وتنام. فلا، قول لا، هو ليه نظامه وانا ليا نظامي، هو ظروف حياته مختلفة عن ظروف حياتي، انا هذاكر كل المواضيع.
ما يمكن هو داخل اللجنة مثلا عنده مثلا معرفة الأستاذ الفلاني هينجحه في الشفوي، فمش محتاج يذاكر المواضيع دي كلها، هو عارف إن هو هينجحه. واحد تاني هيزقه في العمل، أنت ممكن هتخش الامتحان هتلاقي أنت مالكش إيه، مالكش حد يسندك، فظروفك مختلفة تماما. تاني حاجة إن هو ممكن يكون بيخدعك، يعني إيه؟ والكلام ده معروف من أيام الدراسة، تلاقي واحد زميلك جاي يقول لك أنا ما ذاكرتش، ما أنا ذاكرتش، كان ليه واحد زميلنا كده؟ كان كذاب. ما ذاكرش ما ذاكرش ما ذاكرش، ونفاجأ إن هو بيقع بلسانه بعد الامتحانات إن هو المادة نفسها مراجعها 6 7 مرات. وكان بيضحك علينا علشان إحنا ما نذاكرش، فيقوم هو يطلع الأول علينا. الكلام ده حصل. فاوعى تتخدع بالناس التانية، مهما يقول لك انا ما ذاكرتش ما تصدقش خلاص، ولا تكذبه، لا تصدق ولا تكذب، خليك في حالك، انت عارف المسار بتاعك وعارف انت عاوز ايه. ممكن هو يكون ظروف حياته مختلفة تماما، افتكر الكلمة دي، ظروف الحياة مختلفة تماما. ممكن انت عاوز تجيب مثلا درجات علشان تاخد تخصص كويس، هو هياخد تخصص مثلا بدرجات اقل، لكن ابوه هيفتح له مستشفى، ابوه هيدخله المكان الفلاني، ظروف الحياة بتختلف. وافتكر ان في ناس تانية كدابين، وعود نفسك ما تسألش غيرك هو ذاكر ايه وما ذاكرش ايه، لانه هيكذب عليك لا ارادة، هيخاف على نفسه من العلم الحسن، ما تسألش. تاني حاجة اتعود انك ما تقولش كل حاجة، قول لا، قول لا. لما يجي واحد يسألك انت ذاكرت ايه، قول له والله انا ما بحبش اقول الحاجات دي، ايه اللي من الموضوع، خلينا نتكلم في حاجة تانية، خلينا نتكلم عن الفلان الفلاني، الفنان الفلاني، الكتاب الفلاني، اي شيء من الحاجات دي كلها. انما تقول لك حد يسألك انت ذاكرت ايه وما ذاكرش ايه، ما تقولش لحد نهائي، اعتبرها ان ديت ايه، سر من اسرار حياتك. ليه؟ ولا حاجة، يا اما هو هيثبطك ان انت ما تذاكرش، يا اما هياخد المعلومات دي عشان هو ايه، يسبقك. وزي ما قلت لك في فروق فردية ما بيننا وما بين بعض، في فروق فردية، ديت نقطة فحبيت أأكد عليها. ما ترتبطش بحد في المروح للمحاضرات والمؤتمرات. يعني إيه؟ مثلا أنت عارف إن النهاردة الدكتور الفلاني في الجامعة الفلانية أو في المؤتمر الفلاني أو في الندوة الفلانية هيدي محاضرة عن مثلا سي عن الإيزونوفيليك أوسوفاجايتس، خلاص؟ فأنت بتقول يا حسين يا محمود يا علي يا أي حد، تعالوا بنروح جروب ونعمل. هم يقولوا لك لا ما احناش عاوزين، ما احناش عاوزين، احنا مش بتوع مذاكره، مش بتوع علم، مش عارف ايه. اتحداك لو انت رحت، اتحداك لو انت رحت، مش هتروح وانت الخسران. وافتكر ان دايما في فروق فرديه، وكل واحد فينا ليه هدف في الحياه مختلف عن التاني. وانا هديكم مثال عليا انا شخصيا. زمان قبل النت ما يكون متوفر في كل حته، كنت بحب احضر مؤتمرات في القاهره، خلاص، لانهم ما كانوا بيجيبوا محاضرات ايه، محاضرين اجانب، وكنت بتبهدل جدا وانا رايح المحاضرات، ما كانش عندي عربيه، كنت بروح مواصلات، كنت بكره نفسي، وكنت اكتر حاجه بكرهها وانا راجع من المؤتمر، لان المواصلات بتبقى زحمه جدا العصر والمغرب واحنا راجعين الايه، المنوفيه، كنت بكره جدا مروح القاهره، وما زلت ايه، بكره مروح القاهره. فالمهم ايه، فكنت بروح، فكنت بستفيد. كنت بتستفيد ايه؟ المحاضر احيانا ممكن يقول نفس المعلومات اللي انت عارفها، صدقني والله احيانا مؤتمرات كتيره بتروح بتلاقي نفسه هو بيقول نفس الكلام اللي انت عارفه، لكن في كل مؤتمر هتطلع بمعلومه واحده هتفرق معاك مع مريض. هديك مثال، كنت انا لما بنيجي نعمل بلوبيكتوم زمان كان يقول لك احقن تحت البوليب الصلاين، خلاص كده اتفقنا، او سالم بالامريكي. فكنا نحقن صلاين ومش عارف ايه، فجالي عيان جيت اعمل له بلوبيكتومي، احقن الصلاين من هنا يختفي من هنا، احقن الصلاين يختفي من هنا، كانه سحر، لغايه ما انا زهقت وخفت اشيل البوليب للعيان ومشيته، وما كنتش عارف حل الموضوع ده نهائي، وكنت مستغرب هل انا اللي وحش ولا ايه بالظبط. قلت له روح لفلان الفلاني يبقى ايه يشرحهولك. فحضرت مؤتمر من المؤتمرات، فجه محاضر اجنبي انا فاكر المعلومه دي، عمال يشرح مش عارف ايه، فجه على المشكله ديت لقيته لاول مره بيتكلم عليها، الكلام ده من سنين، ولقيته بيقول ان هم عملوا في السنتر بتاعهم لحل المشكله دي، ان هم بيجيبوا الاستريل او الفولفين اللي هو الستارش ويحقنوا تحت البوليب، فالبوليب بيخليه مرفوع في الحالات اللي زي ديت، فشيل الايه البوليب براحتك، ما كانش الكلام ده موجود في الكتب لسه. المعلومه ديت لزقت في دماغي لان انا فاكر ان انا جالي مريض حصل فيه المشكله ديت لغايه ما طفحت الدم معاه ومش عارف اعمل ايه. الله، برضه مؤتمر تاني من المؤتمرات زمان، كان جابوا خبير اجنبي وجايبين فيديوهات بيشرح لنا البويم. البويم ده زمان ما كانش موجود في الكتب بتاع الاكاليزيا، ما كانش السيرد سبيس اندوسكوبي ما كانش لسه موجوده في الكتب،
فكان الواحد بيشوفها، ايه ده، هو الراجل ده بيعمل ايه؟ انا كنتش فاهم هو بيعمل ايه، بس على الاقل عرفت المعلومه ان في حاجه اسمها البويم اللي هو الاندوسكوبيك بايوتومي لعلاج الاكاليزيا. بعد كده لما بتيجي تسمع عنها معلومات خلاص انت بقى عندك ايه فكره عنها، على عكس ما واحد يجي يقول لك ايه، يجي يقول لك معلومات غلط بيحسن لك النطق. ساعات احنا بننطق كلمات غلط او الفاظ غلط، يعني مثلا الاي سي دي كنت انا بنطقها زمان اسلد، لغايه ما استاذ كبير قال لي لا يا يعني من الامريكان بينطقوا كذا. فكل مره ايه انت بتتعلم وبتعمل ايه، بتعمل لنفسك بيلد اب، بتعمل لنفسك بيلد اب. فجيت في فتره ارتبطت بناس بحبها جدا وما زالوا من اقرب الناس ليا، بس بقى يقولوا لا مش هنروح مش هنروح مش عارف ايه والكلام ده كله. قعدت سنه ونص ما بروحش مؤتمرات، قعدت سنه ونص فعلا، قعدت سنه ونص. وجيت قعدت مره مع نفسي قلت اللي انا بعمله ايه، انا اللي خسرت في الاخر، انا اللي خسرت ايه في الاخر. فرحت اول مؤتمر لوحدي، كنت رايح قرفان جدا، لان لما بيكون معاك صحبه بتلاقي الجو ايه جميل بصراحه يعني. ورحت وسبحان الله لقيت واحد بيقول معلومه برضو فادتني في ايام معين. فحضور المؤتمرات مهم جدا، حتى لو المحاضر بيقول نفس الكلام ممكن يقول كلمه ترن في ودنك، ممكن يقول كلمه ترن في ودنك، الكلمه ديت ايه تخليك تعرف تعالج عيان كويس، تعرف تعالج عيان كويس. ودايما زي ما بقول لك كده نوع مصادر المعلومات، نوع مصادر المعلومات بتاعتك، او خاصة في الانترفينشن، لان كل واحد ممكن ايه ممكن يديك معلومة تفيدك. وما تخليش دايما المصدر بتاعك ايه مصدر واحد، ما تخليش دايما المصدر بتاعك مصدر واحد. خلاص يبقى ديت ايه نقطة مهمة عاوز اقولها لك. ما تيأسي، اوعى تيأس، لو عندك موضوع فيه بلوك روح اسأل سين وصاد وعين من الناس وما تتكسفش. افتكر دايما اللي اختشوا ماتوا، افتكر دايما اللي اختشوا ايه، اللي اختشوا ماتوا. طيب خليك عزيز النفس وابذل مجهود، ايه دي حكايتها ايه بقى؟ في ناس طبيعتها ما بتحبش ان هي تساعد حد، هو طبيعته كده، هو طبيعته كده. فعاوز اقول لك لما يجي حد يسألك في حاجة وانت مش عاوز تديله المعلومة اصرفه بكل ذوق وأدب، بس ما تضللوش، ما تقولوش معلومة غلط. خلاص كده اتفقنا. اتذكر موقف من المواقف اللي انا كنت مريت بيها زمان. تعرفين احنا الكمبيوتر اول لما طلع كان ويندوز 95 وبعد كده ويندوز ميلينيوم، والوورد ده اول لما طلع زمان يا خبر ابيض. انا رحت مره معمل علوم احنا في اولى طب، فورونا الوورد ده ولقيت ان انا ممكن اكتب اسمي وخليه بالالوان وخليت اسمي بالاحمر والازرق ومش عارف ايه، كنت مبسوط قوي والله العظيم. وفجأة الصفحة نزلت مني تحت فأنا مش عارف أطلعها تاني فوق إزاي. والله الواحد لما أفتكر الحاجات دي إيه بضحك عليها. بعد فترة في أحد الأماكن طلب مني إن أنا أعمل محاضرة باوربوينت، محاضرة باوربوينت. أنا ما أعرفش يعني إيه باوربوينت خالص، ولا ما أعرفش يعني إيه باوربوينت. فمثلا أحد الناس قال لي خش على الكمبيوتر اللي هناك ده هتلاقي فيه برنامج اسمه باوربوينت، اتك عليه واكتب عليه المعلومات. فكان ده أوفيس 95 بتاع زمان ده. ففتحته الباوربوينت لقيت كان زمان، انت دلوقتي لما بتفتح الباوربوينت بتلاقي فيه سلايد تكتب فيه، زمان ما كانش يكتب لك، ما كانش بيظهر سلايد، كان بيظهر فاضي ولازم تنقر انت على حاجه علشان ايه ينزل لك سلايد. فانا مش عارف اعمل ايه لغايه اما لقيت ايقونه كده مكتوب عليها انقر السلايد، فكتب رحت متك عليها ظهرت الايه السلايد، فابتديت اكتب الكلام. فالكلام واضح، انزل السطر اللي بعده الاقي الكلام بيظهر، كل ما ازود كلام الاقي بيصغر يصغر يصغر يصغر. ما انا ما اعرفش ان انت المفروض تعمل اكتر من سلايد وكل سلايد تحط فيه عدد من الكلام، ما اعرفش. واللي انا سالته للاسف كان المفروض وهو كان مسؤول ان هو يعلمني في الفتره ديت، ما علمنيش ورمى وضللني. طبعا اتضايقت جدا ونفسي صعبت عليا قوي، وانا ما ايه يعني انا بحب عزه النفس شويه، قلت خلاص انتهت الموضوع، انا سالت اللي انا مسؤول منه وهو ما حبش يديني المعلومات. فرحت المكتبه ولقيت كتاب صغير كده قديم اسمه كيف تتعلم الباوربوينت. والله يا جماعه من غيظي قعدت يومين ثلاثه عمال اهري في الكتاب واقرا فيه وانا مش فاهم فيه اي حاجه، واجيبه يمين شمال لغايه ما اتعلمت الاساسيات بتاعه الباوربوينت. يعني هذا الشخص لما بقعد افكر في الموضوع ده، انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ كنت اقول لو سمحت انا مش فاضي وروح لفلان الفلاني. ريفير، دايما اتعلم انك تريفير،
ريفير ريفير ريفير، ما انتش فاضي روح لفلان الفلاني هيساعدك. انما ما يبقاش مسؤول ان انت تدرس، يعني انت دلوقتي نايب ايه مثلا سينيور ومعاك جونيور ما تدرسلوش، ده غلط. يبقى انت مثلا مدرس ما تدرس المدرس المساعد، ده غلط. تبقى استاذ مساعد وما تدرس دي المدرس اللي معاك، ده غلط. تبقى استاذ وما تدرس الاقل منك، ده غلط. دول كلهم مسؤولين منك، زي ما عيالك ومراتك مسؤولين منك، خلاص. ودايما اسال وما تتكسفش، لان اللي اختشوا ماتوا. ايه الحته دي عاوز اقول لك فيها ايه؟ انت دلوقتي عاوز تعرف معنى المعلومه الفلانيه، وانت عارف ان في استاذ معين بيشرحها كويس، وانت عاوز تروح تناقشه فيها، بس الاستاذ ده ليه هيبه وانت بتخاف منه. طول ما انت ما رحتش سالته، طول ما انت ما رحتش سالته، عمرك ما هتتعلم، عمرك ما هتتعلم. كان الدكتور المطري بتاع الجراحه مره كان حكى لنا موقف زمان على حاجه حصلت له. كان هو تعقم في، كان في عمليه كبيره فهو كان نفسه يحضرها، وهو واقف على اوضه العمليات مكسوف يقول للاستاذ الكبير ان هو ايه يخليه يتعقم معاه ويساعده فيه. فخلاه كده لغايه ما العمليه خلصت. فقال له الاستاذ، قال له ايه في معناه، انا عارف انك كنت هتموت عشان تشتغل معايا العمليه، بس انا ما رضيتش لانك ما طلبتش، يبقى اللي اكتشفه ايه مات. روح اطلب، اطلب ما تخافش من حد. الاستاذ الكبير حتى لو ليه رهبه هيعاملك كويس، واما يديك انك عاوز تتعلم صدقني والله هيعلمك كويس جدا جدا جدا. اي استاذ في الدنيا او اي واحد مسؤول منه ان هو يعلم الاصغر منه، لما بيلاقي اللي قدامه عاوز يتعلم وبيقول باسلوب لبق وذوق وادب، لا اراده هيعلمك صدقني. ما تخافش، ما تتخدعش، خلاص كده اتفقنا. ودايما لما استاذك بيلاقيك بتبذل مجهود هيساعد، هيبذل معاك مجهود اكتر. ويمكن مثلا انا في رساله الدكتوراه كان المشرف بتاعي كان استاذ كبير عندنا في الطب اسمه الاستاذ دكتور امام واكد، وكان معانا الاستاذه الدكتوره ايمان رويشه، خلاص كده اتفقنا. فالدكتور امام كنت انا برس له ويتابع معايا الام دي، فكان يطلب مني حاجات كنت بعملها، فطلب مني جراف، جراف معين. صدقوني قعدت اسبوعين مش عارف اعمل الجراف ده نهائي نهائي خالص، واروح يمين واروح شمال وهتجنن واعمل الجراف بالطريقه اللي هو عاوزها. وخلاص انا يئست، انا يئست معنى كلمه يئست. فانا بعت له، هو كان بيحب يستخدم الايميلات، فانا بعت له على الايميل استاذ الفاضل اي فيلد، انا فشلت، انا مش عارف اعمل الجراف ده خالص. نص ساعه لقيته بعت الجراف معمول جاهز. وهو كان من النوعيه اللي بيلاقي يشوف الطالب اللي قدامه بيبذل مجهود، يبذل معاه مجهود اكتر، يلاقي الطالب بيطنش وما بيعملش كان بيرميه. فانا اتعلمت منه حاجات كثيره. فما تصوروش الجراف ده، انا ما زلت محتفظ بيه على الايميل عندي، ويمكن انا كسبت بعد كده اقول له انت عملته ازاي. لكن انا بقول لك عجبني، كان ممكن هو يوبخني ازاي اتصرف، روح اي مكتبه، روح اعمل اي حاجه، لكن هو في الاخر عمله لي، هو اللي عمله. فده ربى فيا الخصله ديت، فبقيت احاول دايما اعملها مع غيرك. كل ما انت تعامل حد بطريقه كويسه ولا اراده هيقلدك وتعمل ايه، تعمل اللي هو كان بيعمله. انت دايما خد بالك، انت بتقلد دايما المحاضر بتاعك او الاستاذ بتاعك. كان في واحد زمان لما بيجي يحضر لنا المحاضره كان يعمل كده. فجيت انا فتره في المذاكره بقيت كل ما اذاكر لازم اعمل كده، اضرب القلم في الترابيزه، عامل زي ما الابن بيقلد ابوه، نفس الفكره. الابن لو لقى ابوه بيشرب سيجاره هيقلده بشرب السيجاره، لو لقى مثلا بيسوق العربيه بطريقه معينه هيسوق العربيه بالطريقه ايه معينه. ساعد دايما غيرك، اي حد يجي يسالك في معلومه كلمتين اتنين، انا فاضي هعلمك دلوقتي، مش فاضي ريفير، روح للوقت الفلاني. ما تتكسفش، ما تتكسفش خالص، بس ما تضللوش، والله انا فاضي في الوقت ده هديك المعلومه، مش فاضي استناني في بعد اسبوع في الوقت الفلاني. ما تتكسفش يعني، ما تقولش ده هينهدني، قول له كلام واضح بالطريقه دي. وفي حاجه عاوز يعني نفسي الناس تتعلمها يا جماعه، الناس مش فاضيه. الناس بتفتكر مثلا ان المحاضر مثلا اللي هو بيدي المحاضره قاعد فاضي مثلا بيرد على تليفونات الناس او الواتساب او الرسائل في الحالات، هو وراه حياته وراه بيته وراه اكل عيشه. فانت تعود مثلا انت هتراسل فلان الفلاني علشان تاخد رايه في النقطه الفلانيه، السلام عليكم، ما تتصلش بيه. انا يعني ايه، انا شخصيا بكره الاتصال، انت ليه بتتصل بيه وظروفه ما تسمعش؟ ابعت رساله الحاله كذا كذا كذا، واتس يور اوبينيون، بكل ذوق هو هيرد عليك اما يفضل، خلاص. دايما عود نفسك. الناس مش عارف ليه احنا دايما بنفتكر ان احنا لما نيجي نتصل بحد كان الحد ده ما وراهوش حاجه في الحياه وقاعد مستني المكالمه بتاعتك، دي ظروف حياته الايه المختلفه، وما يتاخر عليك يوم واثنين وثلاثه ده طبيعي، ده طبيعي جدا جدا جدا، خلاص.
دايما صاحب الشاطرين، خد بالك لما تلاقي عيال شاطره بدأ كده وتقعد دايما وسطهم غصب عنك هتذاكر، هتقعد وسط عيال ما بتذاكرش ولا بتهرب من اي حاجه هتلاقي نفسك ايه ما بتذاكرش. طب اذاكر فين؟ اذاكر فين؟ طيب في المواصلات. في المواصلات؟ اه عادي خالص، ايه المشكله يعني؟ ذاكر في اي مكان تذاكر فيه، افرض ان انت ظروف حياتك مش مخلياك انك تقعد تذاكر على مكتب مثلا. ظروف حياتك مش مخلياك انك تذاكر على مكتب، بتطلع من العياده ديت للعياده دي، من المستشفى ديت للمستشفى دي، نايب مقيم في المستشفى بالثلاث اربع ايام ومفقود ايه حالات. مفيش حاجه اسمها انك تيأس وتقول انا مش مذاكر وظروف حياتي مش مساعداني، ده كلام فاضي، ده كلام فاضي ترميه في الزباله كده وانت زي الشاطر. مفيش حاجه في الدنيا بتقول كده، اللي انت اللي بيقول في الدنيا انك لازم تبذل مجهود وتذاكر. طب اعمل ايه؟ انا مثلا بتكلم على خبرات شخصية ليا، كنت جيت في سنة من السنين رفضوا إن هم يدوا لي أجازة علشان الامتحان، خلاص كده اتفقنا؟ وقالوا لي مالكش بديل، اتفقنا؟ وأنا كنت مخطوط في مكان شغال 24 ساعة ما كنتش بنام، طب أعمل إيه؟ ولا حاجة. أنا كنت ما كانش معايا عربية فبروح المواصلات الصبح، فالمواصلات بتاخد لها من ربع ساعة، آسف نص ساعة لساعة تقريبا يعني. فكنت بجيب كتاب زي الهاند بوك او اي حاجه وانا قاعد في عربيات الميكروباص او السيرفيس او المشروع بلوهجه اهلي هنا في اسكندريه، واروح اقرا فيه واقعد اعلم الصفحات بنفس الطريقه. لقيتني بعد فتره لقيتني ان انا لميت عناوين مواضيع كتيره جدا. كنت اقعد مثلا في الاستقبال يجي لي عيان، ما بين عيان وعيان اروح مطلع الكتاب واقعد اقرا ربع صفحه، فوجئت ان انا على اخر الشهر ان انا معلم على صفحات كتيره. اللي عاوز بيعمل حاجه بيعملها، اللي عاوز بيعمل حاجه بيعملها، وده افضل لك من ان انت تسقط وتبقى فضيحه ليك في كل حته. خلاص كده اتفقنا؟ طيب افرض ان انت معاك عربيه وبتسوق. افرض ان انت معاك عربيه وبتسوق، بسيطه جدا. شوف المحاضرات اللي حضرتك بتحبها نزلها من على اليوتيوب، خلاص كده اتفقنا، او شرايط، وباي برنامج كونفرتر حولها لام بي 3 وحط الفلاشه لام بي 3 وشغل الموضوع وانت سايق. المعلومات هتثبت في ودنك على فكره. المعلومات هتثبت في ودنك. يبقى انت لو في مواصلات هات كتاب واقرا فيه، عاوز تسمع ام بي 3 بالسماعه اسمع، بتسوق اعمل ام بي 3 واسمع المعلومات. اللي عاوز يعمل حاجه هيعملها، اللي عاوز يعمل حاجه هيعملها، قاعده. مش هتعمل يا حبيبي هتسقط. خلاص كده اتفقنا؟ ماشي، دي الاول نقطه. ذاكر في البيت بتاعك طبعا، البيت افضل مكان للمذاكره، ويفضل دايما انك تذاكر في مكان ما فيهوش تشتيت. اقفل على نفسك الاوضه ويكون فيها ايه، ويكون فيها هدوء. خلاص كده اتفقنا؟ وعود نفسك وانت بتذاكر انك تستخدم وسائل مختلفه لادخال الايه المعلومه في العياده. اه ربنا كرمك وفي زباين ما بين كل زبون وزبون، طلع ورق عادي خالص يعني. اعمل بريك في العياده بتاعتك، بريك. الناس واقفه طوابير بره، اه لهم لو سمحتم ربع ساعة بس، الدكتور عنده مكالمة مهمة أو حاجة مهمة، وطلع الكتاب وذاكر. الربع ساعة ديت مش هتفرق مع العيانين بره، هتلاقي نفسك ربع ساعة على ربع ساعة بتجمع. عيادتك كانت فاضية، اقعد ذاكر في العيادة بتاعتك لغاية ما ربنا يرزقك. خلاص افتكر دايما اللي عاوز بيعمل حاجة بيعملها، اللي عاوز ينجح هينجح، دي نقطة مهمة قوي. خلاص وعود نفسك انك تعمل بريك. يعني مثلا انت عندك الناس واقفة طوابير، خلاص كده اتفقنا. يعني مثلا مرة في العيادة كنت انا بشتغل مثلا معظم ايام الاسبوع، فلقيتني منهكت خلاص، فجيت اديت نفسي رست من العياده يومين في الاسبوع، وقلت المرضى بقى هيسيبوني. لقيت ان المرضى عملوا ايه؟ راحوا مغيرين مواعيدهم لا اراده على بقيه الايام، ولقيت ان فضيت في اليوم ده او اليومين دول يوم اشتغلت فيه برايفت في حته معينه زودت الدخل بتاعي، واليوم التاني مثلا قعدت اذاكر فيه الماجستير ولا الايه للدكتوراه. فديت نقطه مهمه. ذاكر في اي حته بس المهم تذاكر، ان شاء الله تذاكر في الحمام حتى. انا هقول لك ايه يعني، يعني ديت شويه حاجات كده كنت عاوز اقول لكم عليها. وانا ناوي ان شاء الله هبعمل فيديو عن استخدامات الوورد والاكسل للناس بتوع الماجستير والدكتوراه، ازاي تكتب على الوورد، لان احنا عندنا اخطاء فادحه في استخدام الوورد والاكسل والباوربوينت. بس انا مش هيكونوا قريب يعني، هنتاخر فيهم شويه لان انا مشغول، لكن انا حبيت اعمل الدردشه ديت لان افتكرت شويه حاجات وشفت بعض الحاجات من بعض الناس، اكتشف ان هم ماشيين غلط، ماشيين غلط في موضوع المذاكره وموضوع التحصيل. خلاص اخر نقطة عاوز اكد عليه يا جماعة، الله يبارك فيكم، لما تبعتم رسائل ابعت رسالتك بالحالة كلام دايركت، انا عندي الحالة الفلانية او المريض الفلاني في 1 2 3 4 5 واتس يور اوبينيون. مش ليا الكلام ده، لاي حد تبعته، لان يعني الناس مش فاضية، الناس مش فاضية. ابعت بتفاصيل الحالة وقول اكتب ايه رأيك، ابعت
مقطع صوتي، لو ما بتعرفش تكتب اكتبها مقطع صوت. لو انت علمت نفسك انك تعمل الكلام ده مع غيرك او اي حد محتاجك يعمل الكلام ده معاك وترد في الوقت اللي هو يناسبك، هتلاقي نفسك بتعطي اكتر واكتر واكتر. خلاص انا بشكرك جدا ومعلش انا طولت عليكم، بس شويه دردشه يا ريتها تفيدكم بس. والسلام عليكم.